السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظار دخول الإخوة والأخوات للقاء. إذا مرحبا بكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الحي العاشر لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. إذا كالعادة في البداية نتأكد من وضوح الصوت قبل ما نبدأ في استعراض محاور هذا اللقاء. إذا في انتظار تأكيد وضوح الصوت، هل الصوت واضح؟ وعليكم السلام، شكرا أخت فايزة وخلود، شكرا عفيف، واضح، شكرا جزيلا، شكرا. إذا كالعادة في البداية نبدأ باستعراض محاور اللقاء الحي العاشر. إذا راح نشوف مع بعضنا اليوم حساب النسب المالية وبالتحديد نسب السيولة ونسب النشاط. تون نشوفهم، شكرا كذلك فايزة، اوكي. وكذلك راح نشوف التحليل المالي باستعمال النسب المالية. وكالعادة في نهاية اللقاء عندنا كويز يتكون من 5 أسئلة. إذا خلينا نبدأ كالعادة نذكر مع بعضنا ايش راح نشوف اليوم. احنا اليوم راح ندرس التحليل المالي بالنسب المالية. كان نرجعوا 20 المرة الفارطة او الحصة الفارطة. الحصة الفارطة كانت تذكروا خذينا هذا المشهد اساليب التحليل المالي. رينا في الحصة الفارطة في اللقاء الحي الفارط التحليل الافقي. رينا كذلك التحليل الرأسي. اوكي. التحليل الافقي هو قلنا هو تحليل على مدى يعني سنوات، والتحليل الرأسي يتسم بالسكون او التحليل العمودي نفس الشيء. واليوم راح نشوف التحليل باستخدام النسب المالية. اوكي. راح نشوف اليوم التحليل باستخدام النسب المالية. فاذا ما هي النسب المالية؟ النسب المالية هي ببساطة هي زي ما يقولوا نسبة، ريشيو، نسبة تبين العلاقة بين حسابات مالية. اوكي. نسبة هي قسمة شيء على شيء. اوكي. والنسب المالية اللي راح نشوفوها تقدر تكون نسب نتيجتها نسبة مئوية، وتقدر تكون عدد مرات. راح نشوف بعض النسب بتكون الناتج حقاتها مرة، كم من مرة، مثلا دوران المخزون، كم من مرة يدور المخزون، فهمت؟ فاذا هذا هما النسب. النسب المتعارف عليها فيها نسب سيولة، ثم نسب دوران المخزون، ثم نسب الربحية، ثم نسب الديون، وكثير من النسب المالية. ان شاء الله اليوم رح نركز ايش بالتحليل. اليوم مش نركز على نسب السيولة، ورح نركز على نسب معدل دوران المخزون، وكذلك رح نركز على معدل دوران الذمم. هذوما حسب التقريب اللي رح نركز فيهم في حصتنا اليوم. نبدأ عنا مثال يعني يفضل نبين النسب او نقوم بتحليل النسب بمثال. راح نستعرض معكم المثال. ايش عندنا هنا؟ عندنا مثلا هذه مكونات الاصول. لنفترض عندنا قائمة مركز مالي فيها البنود التالية: البنك والنقدية بالصندوق 800. لنفترض انه الارقام بالاف الريال. اوكي. ففقط لتسهيل عملية الحساب شلنا 3 أصفار، لنفترض انه هذه الارقام بالاف الريال. اوكي. اذا 800، الاستثمارات المالية قصيرة الاجل 600، الذمم المدينة
2200، المخزون 4400، المصروفات المدفوعة مقدما 400، والصافي الأصول الثابتة 18400. أوكي؟ إذا مجموع الأصول إذا نجمعوهم الكل نلقاهم يساوي 26800. بالطبع تعرفوا تفرقوا ما بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة. أوكي؟ الأصول الثابتة ظاهرة هنا مبلغ 18400. الأصول المتداولة هي الأصول التي تكون فترة الاحتفاظ فيها في الشركة أقل من سنة. أوكي؟ لهنا في المثال هذا شعنا البنك والنقدية هي أصول متداولة، الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كذلك، الذمم المدينة، المخزون والمصروفات المدفوعة مقدما، كل هذه تسمى إيش؟ الأصول المتداولة. إذا هذا الجزء الأول من القائمة المركز المالي، هذه فيها الأصول. نروح الآن إلى الجزء الثاني، كذلك إيش المعلومات الإضافية اللي عنا؟ عنا الجزء اللي يخص الخصوم وحقوق الملكية. ما أعرف هل نقدر نسويه في نفس المكان أو صعب شوية. أوكي أوكي، هذا إذن الجزء الثاني، نحاول تكون المعلومات أمامنا لأننا مش نحتاجوهم بعدين. إذن إيش عندنا هنا؟ الذمم الدائنة. أوكي، الذمم الدائنة هذه تعتبر كذلك التزامات قصيرة الأجل أو خصوم قصيرة الأجل. الخصوم طويلة الأجل 5200، الذمم الدائنة 6000، صافي حقوق الملكية 15600، وبالطبع مجموع الحقوق والخصوم وحقوق الملكية 26800. وتعرفوا أنتم جيدا أنه يجب أن يكون هناك تساوي ما بين مجموع الأصول والخصوم وحقوق الملكية. أوكي؟ 26800، نعم فايزة 26800، مجموع هذا الأصول ومجموع كذلك الخصوم وحقوق الملكية كذلك 26800. أوكي، كذلك في معلومات أخرى هي أعطانا إيش؟ عدد الأسهم، عدد أسهم رأس المال 1500، صافي المبيعات 20000، تكلفة المبيعات 8000، وصافي الدخل 10000. ما راح أستعرضهم الآن، ليش؟ لأني مش نستعمل نسب ما أحتاجوه هذه المعلومات. أوكي، إذا إيش المطلوب الأول هنا؟ المطلوب الأول هو حساب نسب السيولة. حساب نسب السيولة، خلينا نتفق مع بعضنا ما هي نسب السيولة. تقيس إيش تقيس بالضبط نسب السيولة؟ في أي شيء نستعمل نسب السيولة؟ هل نستعمل السيولة مثلا للربحية، لقياس الربحية؟ أكيد لا. السيولة ببساطة هي تقيس مدى قدرة الشركة على الوفاء. أوكي، فهد إيش الملاءة المالية، ولكن بالتحديد أوكي الملاءة المالية، ولكن الملاءة المالية قصيرة الأجل. يعني السيولة هي تقيس الملاءة المالية للشركة على المدى القصير أو قصيرة الأجل. هل الشركة قادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل؟ أوكي، يعني لو حسبنا نسب السيولة نقدر نعرف هل الشركة قادرة على سداد التزاماتها المالية قصيرة الأجل فقط بالاعتماد على الأصول قصيرة الأجل. أوكي، إذن مش نكون واضحين، ما فيش رقم محدد يجب أن تكون فيه نسبة السيولة. ما نقدرش نقول يجب أن تكون نسبة السيولة مثلا 3 لكي تكون جيدة، لأنه في الواقع يختلف النسبة الجيدة من قطاع إلى قطاع ومن شركة إلى شركة. أوكي، ولكن يجب الأفضل أن تكون أنه هناك سيولة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. ليس بشرطه نسبة سيولة مرتفعة كثير أنه هذا دليل على حسن استغلال الموارد للشركة. بالعكس، في بعض الحالات وقت تكون السيولة مرتفعة كثير أو النسبة مرتفعة كثير، فهذا دليل على عدم استغلال الجيد للسيولة، وبالتالي ضياع زي ما يقولوا تكلفة الفرصة البديلة. نبدأ إذن بالنسبة الأولى، اسمها نسبة السيولة الجارية. ما هي نسبة السيولة الجارية؟ نسبة السيولة الجارية هي الموجودات المتداولة على
الخصوم المتداولة، أو بعبارة أخرى نسبة السيولة الجارية هي الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. إذن نترك خلاص إذا يعني البيانات شفناها، نروح إلى استعراض القانون أمامكم. نسبة السيولة الجارية أوكي يساوي الأصول المتداولة أوكي على الخصوم المتداولة. زي ما تلاحظوا السيولة لهنا تهتم فقط بالأشياء قصيرة الأجل المتداولة اللي هي أقل من سنة، يعني تقيس مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير، تقيس الملاءة الائتمانية للشركة في المدى القصير. ترى خلينا نحسب نسبة السيولة الجارية بالنسبة للشركة حقتنا. شعلنا هنا لازمنا نحسب الأصول المتداولة. تذكروشي في المثال الأصول المتداولة إيش متكونة في مثالنا هنا؟ في مثالنا الأصول المتداولة متكونة كالتالي: عندنا البنك والنقدية بالصندوق، هذه تعتبر أصول متداولة، أوكي؟ عندنا كذلك الاستثمارات المالية قصيرة الأجل مع الذمم المدينة مع المخزون زائد المصروفات المدفوعة مقدما. كل هذه تسمى الأصول المتداولة. بعبارة أخرى إذا نسوي بالأرقام إيش رح نجمع؟ رح أجمع 800 البنك والنقدية زائد 600 الاستثمارات المالية قصيرة الأجل زائد 2200 الذمم المدينة زائد المخزون 4400 زائد المصروفات المدفوعة مقدما. أوكي التوتل حقاتهم كم يعطينا هنا؟ التوتل 8400 أوكي. هذه الأصول المتداولة رح نقسمها على الخصوم المتداولة. شعلنا في الجدول حقة الخصوم المتداولة عندنا هنا فقط خصوم واحدة قصيرة الأجل هي الذمم الدائنة، وكان ترجعوا للجدول اللي استعرضناه في الأول. الذمم الدائنة هنا 6000 أوكي. فإذا انقسم 8400 أوكي على 6000 لكي أتحصل على إيش؟ على نسبة السيولة الجارية. في مثالنا هنا نستعرض أمامكم قسمنا، لا خلاص هذه سويناها، راح نسوي الجزء الثاني. نسبة السيولة الجارية تساوي 8400 هي الأصول المتداولة تقسيم الخصوم المتداولة تقسيم 6000، كم يساوي إذن؟ 1.4. إذن هذه إيش تسمى؟ تسمى نسبة السيولة الجارية. هذا يعتبر هو في الغالب النسبة المقبولة أو كما نقول القيمة المقبولة أو المعيار التجاري، غالبا يكون من 1 إلى 2، من 1 إلى 2. فهذه النسبة هي في المجال أو في المدى ما بين 1 و2، تعتبر يعني ليست جيدة كثير وليست سيئة أوكي. الجيد هو في المتوسط يكون في حدود 2 أوكي. 2 يعني ما يقابل الضعف، يعني الأصول المتداولة قادرة أنها تغطي مرتين أو مرتين الخصوم المتداولة. هنا وجدناها 1.4 أوكي. هذه يعني تسليم نتيجة موش نسبة مئوية، هذه 1.4 مرات. ما معناه؟ معناتها الأصول المتداولة قادرة باش تغطي الخصوم المتداولة 1.4، يعني أقل من 1.5. والمعيار التجاري لهذه النسبة زي ما قلنا هو في الغالب ما بين 1 إلى 2. فانخفاض النسبة هذا يدل على إيش؟ يدل على قلة سيولة الشركة، وهذا معناتها أنه في إمكانية أن الشركة تقترض على المدى القصير أوكي؟ وبالتالي يكون هناك إما تضطر الشركة إلى بيع جزء من مخزونها أو تضطر إلى الاقتراض لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. وكذلك إذا كانت النسبة هذه مرتفعة كثير عن 2 فهذا غير جيد، فهذا مؤشر غير جيد. ما معناه؟ معناتها أن الشركة لديها سيولة كبيرة ولكنها غير مستغلة، وهذا كذلك ليس بالمؤشر الجيد، لأنه عندك فلوس أنت في عوض تشغلهم منيمهم فلوس، يعني زي ما يقولوا جامدة، هذا غير جيد. فإذا
الارتفاع الكبير في هذه النسبة غير جيد، وكذلك الانخفاض الكبير غير جيد لهذه النسبة. والأفضل أن يكون يتراوح ما بين 1 إلى 2 كمؤشر جيد على سيولة الشركة. أوكي؟ إذن هذه نسبة السيولة الجارية هي ببساطة قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. نروح للنسبة الثانية، هي اسمها السيولة السريعة. السيولة السريعة quick ratio. أوكي؟ ما هي هذه السيولة السريعة؟ ببساطة السيولة السريعة تشبه كثير نسبة السيولة الجارية، في فقط فرق وحيد أن ناخو ليس كامل الأصول المتداولة، ولكن نستثني من الأصول المتداولة المخزون. رح نستثني المخزون. ليش نستثني المخزون؟ لأن المخزون غالبا هو درجة تسييل حقاته تكون بطيئة. أوكي؟ أنك أنت باش تسيل أو باش تحول مخزونك إلى سيولة نوعا ما دائما يعتبر هو يعني بطيء مقارنة بالأصول المتداولة الأخرى. فإذا لو بدنا نعرف فعلا مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بدون اللجوء إلى المخزون، بدون اللجوء إلى المخزون أو بيع المخزون كذا، فلازمنا نحسب في هذه الحالة إيش النسبة السيولة السريعة، فهي الأصول المتداولة باستثناء المخزون على الخصوم المتداولة. نفس ما سويناه منذ قليل، فقط إيش راح يكون؟ راح نستثني من المجموع من 8400 اللي بحثناه قليل، راح نستثني المخزون. إذن كم تصبح الأصول المتداولة في هذه الحالة؟ الأصول المتداولة لجين الخصوم طويلة الأجل، ليش ما حطيناها مع الخصوم؟ أوكي. لجين القانون شو يقول بالنسبة لنسبة السيولة الجارية؟ الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. أوكي. والخصوم طويلة الأجل هذه ما تعتبرش متداولة، طويلة الأجل هي غير متداولة. المتداولة نعود، المتداولة هي قصيرة الأجل. أوكي. ولكن الديون أو الخصوم طويلة الأجل لا تعتبر متداولة، فهي طويلة الأجل. وإحنا من البداية قلنا أن السيولة هي تخص بإيش؟ بقياس الملاءة الائتمانية للشركة على المدى القصير. أوكي؟ جاي؟ أوكي. شكرا على السؤال. إذا نرجع، إذا الأصول المتداولة باستثناء المخزون هي البنك والنقدية والاستثمارات المالية قصيرة الأجل الثمن المدينة والمصروفات المدفوعة مقدما، مجموعهم راح يكون 4000. يعني إيه سوينا؟ يعني خصمنا المخزون. أوكي؟ شلنا المخزون ليش؟ بدنا نشوف مدى قدرة الشركة. أيوة، الخصوم تتكون دائما من الذمم. إذا كنت فسرت الآن أخت لجي، الخصوم هي الخصوم بصفة عامة في المثال هذا فيها الذمم. الخصوم ثم خصوم طويلة الأجل وخصوم قصيرة الأجل. القصيرة الأجل هي المتداولة. أوكي؟ هذه اللي نأخذها بعين الاعتبار، وفي الغالب تكون هنا في هذا المثال، وفي الغالب هي الذمم أو نسميها كذلك الحسابات الدائنة. أوكي؟ اللي هي الفلوس اللي مفروض تسددها الشركة في فترة استحقاق أقل من أجل. المهم وقت يقول طويلة الأجل فهذه نستثنيها من حساب السيولة. أوكي؟ إذن ترى نحسبه هذه النسبة الآن بالنسبة للمعطيات حقتنا، إيش راح تصبح نسبة السيولة الجارية؟ في هذه الحالة راح نقسم 4000 فقط على 6000. في هذه الحالة راح نقسم 4000 على 6000. نسبة السيولة، عفوا نسبة الجارية هذه السريعة، نسبة السيولة السريعة هي إيش؟ 4000 تقسيم 6000. واضحة؟ إذن الفرق بين السريعة والجارية أن السريعة نستثني المخزون. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه في الغالب المخزون يتميز بدرجة تسييل ضعيفة. ما معنى درجة تسييل ضعيفة؟ أنه باش تحوله إلى فلوس تحب لك وقت. أوكي؟ فلو بدنا نعرف مدى قدرتنا على الوفاء بالتزام الشركة مباشرة بدون اللجوء إلى المخزون، فنحسب نسبة السيولة السريعة. إذا في هذا المثال 4000 نقسمها على 6000 كم تساوي 0.05.
67. هذه تسمى ايش؟ نسبة السيولة السريعة. اوكي، اذا الى حد الان شرينا مع بعضنا نسب السيولة، راح نترك امامكم الان. اوكي، نسبة السيولة السريعة اوكي هي يعني نسبة السيولة السريعة هي 4000 على 6000 يساوي 0.67. صلحت الخطأ، فقط خطأ في الكتابة، كانت مكتوبة جارية ولكن هي السريعة 4000 تقسيم على 6000 0.67. اوكي، اذا هذه بالنسبة، ما هي القيمة المقبولة بالنسبة للنسبة السريعة او السيولة السريعة؟ لو قلنا احنا القيمة المقبولة بالنسبة لنسبة السيولة الجارية ما بين الواحد واثنين، ويفضل تكون اثنين. اوكي، اثنين معناتها تكون جيدة. هذا بالنسبة لنسبة السيولة السريعة، فغالبا القيمة المقبولة للسيولة السريعة هو 1:1. اوكي، بمعنى ان كل اصل متداول يقابله، ممتاز امل جود، واحد، بمعنى ان كل اصل متداول يقابله خصم متداول. هذه حسب التقريب القيمة المقبولة بالنسبة للنسبة السيولة السريعة. في مثالنا هنا وجدناها اقل 0.67. ما معناها هنا؟ ما معنى؟ راهو نعود اخواني واخواتي، راهو التحليل المالي بالنسب ليس مجرد حساب ارقام، مش مجرد حسبت 0.67 وخلاص نعدي، لا، التحليل اسمه هو التحليل المالي. النسبة هذه بتعاوني بمعرفة وضع الشركة الحالية، هل هي وضع سليم او لا، هل تحتاج فيه تعديلات او لا. لو عندنا نقاط قوة فنحسنهم، ولو فيه نقاط ضعف فلازم نلقاو الحلول. زي هنا مثلا حسبنا نسبة السيولة السريعة للشركة وجدناها تساوي 0.67، واحنا قلنا المعيار التجاري المعتمد في الغالب هو 1. فيعني ايش هنا؟ هنا ديما نعود راهو 1 تقريبي، ما هوش على كل الصناعات، لانه راهو هذا ما نقدرش نقول 1 على كل الشركات وكل الصناعات، اكيد يختلف من قطاع الى قطاع ومن شركة الى شركة، ولكن احنا خذينا في المتوسط، او قلنا احنا القيمة المقبولة او المعيار التجاري في حدود 1. اوكي، يعني في هذه الحالة شركتنا ايش فيها؟ عندها قلة في السيولة وتصبح غير قادرة على تخطيط احتياجاتها قصيرة الاجل. اوكي، ويجب عليها مراجعة سياستها فيما يخص مثلا المبيعات. ليش فيما يخص هنا المبيعات؟ لانه هنا عندها الالتزامات اطول، وهي قاعدة هنا تسوي زي ما يقول بمبيعات اجلة، مما يجعل وقت تكون المبيعات اجلة كثير او تكون الفترة تحصيل النقود من العملاء تطول، فلهنا يقدر الشركة ان تقع في مشكلة في نقص السيولة. نروح الان الى النسبة اخرى اسمها معدل دوران المخزون، او كذلك نسميها معامل دوران المخزون، معدل او معامل دوران المخزون. ما هو الهدف الرئيسي من هذه المعامل؟ هو بالطبع معرفة يعني عدد المرات التي تقوم فيه الشركة بتصريف المخزون. اوكي، كم من مرة يتم في دوران المخزون؟ يعني تشير هذه النسبة إلى عدد المرات تصريف المخزون لدى الشركة. وبالطبع كل ما زادت هذه النسبة، أوكي، كل ما كان جيد في صالح الشركة. ليش؟ لأنه المخزون حقتها ما يفضل كثير مجمد في الشركة، بل بالعكس، يعني على طول المخزون يتم تحويله إلى مبيعات، وبالتالي نحصل فلوس ونعود نشتري من جديد مخزون وما إلى ذلك. فكلما كانت دورات أو معدل دوران المخزون مرتفع فهذا مؤشر جيد بالنسبة للشركة. فالسؤال هنا كيف نحسب معدل دوران المخزون؟ معدل دوران المخزون هو ببساطة المبيعات تقسيم على رصيد المخزون، المبيعات على رصيد المخزون. أوكي؟ فلهنا لكي نقدر نحسبه في مثالنا هنا، ايش نقصني كمعلومات؟ نقصني معلومات عن المبيعات، لانه المبيعات نقدر نحصلها مفروض من قائمة قلنا في السيولة، قلت فهد ممتاز،
صح واحد الى واحد معناتها قلة في السيولة. انا نحاول اخواني اخواتي او نستعرض لانه ما شاء الله كثير الاستفسارات اوكي وعلى طول قلة في سيولة الشركة. ممتاز ممتاز امل كذلك ممتاز اوكي شكرا جزيلا. اذا معدل دوران المخزون هو المبيعات على رصيد المخزون. اوكي رصيد المخزون عندنا من قائمة المركز المالي ولكن نقصنا هنا معلومات عن المبيعات فجمعنا بعض المعلومات الخاصة للشركة هذه ونستعرضها أمامكم هنا. استعرضنا هنا كم صافي مبيعات الشركة 20,000 أوكي ورصيد المخزون كان تذكروا في قائمة المركز المالي في البداية هو 4,400 هذا هو رصيد المخزون والمبيعات عندنا هنا 20,000. إذن كيف رح نحسب معدل دوران المخزون؟ معدل دوران المخزون ببساطة 20,000 تقسيم 4,400 إذا يساوي إيش؟ يساوي 4.55 ممتاز 4.55 هذا معدل دوران المخزون. شنية 4.55 إيش؟ ما هيش نسبة مئوية هنا لا مرة يعني كم من مرة يدور المخزون او كم عدد مرات دوران المخزون اوكي معدل دوران المخزون 4.54 لو بدي نحول هذه المعدل هذا نحوله الى ايام او الى اشهر لانه في بعض الحالات تكون اسهل لدى الشخص او لدى المتقبل انه يعرف كم فترة دوران المخزون ما يحبش يعرف كم من مرة معدل الدوران كم يدور في السنة من مرة هذا يعطيك كم من مرة يدور المخزون في السنة الواحدة أوكي؟ لهنا لو بدي نعرف الفترة التي اللازمة لتجديد المخزون فكيف نحسبها بالأشهر ببساطة عدد الأشهر لو تحسب بالعدد الأشهر يساوي عدد الأشهر السنة تقسيم معدل دوران المخزون أوكي أربع أشهر يعني ممتاز كيف وجدت هنا يعني ببساطة نقسم 12 قلنا إيش هو عدد الأشهر تساوي عدد أشهر السنة تقسيم معدل دوران المخزون يعني 12 عدد أشهر السنة هي 12 تقسيم على معدل دوران المخزون هنا 4.55 أوكي يعني لهنا في حدود شهرين ونص ولا أكثر لا مش أربع أشهر يا أوكي ما هو أربع أشهر قلنا إحنا كيف تحولت الى اشهر تقسم عدد اشهر السنة 12 على معدل دوران المخزون على 4.55 اوكي 12 تقسم على 4.55 اوكي يعطيك الناتج اللي راح تجده خلينا نحسبه عندنا هنا 12 تقسيم 4.55 يعني بالضبط تعطيك 2.63 يعني ما بين الشهرين والثلاثة أكثر من شهرين وأقل من ثلاثة أشهر أوكي يعني في حدود شهرين وثلثي الشهر أوكي لكي تقوم بوضع أو بتحويل مخزون جديد من المواد يعني الشركة في هذه المثال لازمها حسب التقريب شهرين وثلثي الشهر لتقوم بتجديد المخزون أو لتقوم بتصريف المخزون السابق وشراء مخزون جديد هذا مؤشر جيد لأصحاب الشركات ليش؟ أنه في بعض الحالات لو ارتأى أنه المخزون ما قاعد يدور أو يصرف بطريقة جيدة فمعناته في خلل في الشركة كل ما كان معدل دوران المخزون جيد فكل ما هذا مؤشر جيد على أنه الشغل كويس للشركة أوكي؟ نروح الآن إلى معامل الدوران النقدية أوكي؟ معامل الدوران النقدية وتفسر إيش؟ معامل دوران النقدية 2.6 جود 2.6 خلود جود 2.6 يعني قلنا حسب التقريب شهرين وثلثي الشهر يعني أقل من 3 شهور بشوية أوكي إذا نروح إلى دوران النقدية ويعني عدد المرات التي يتم فيها الاستخدام النقدي في السنة أوكي إذا ما هي مراحل تحويل المواد الخام الى نقدية اكيد تعرفوا انتم مثلا تختلف مراحل تحويل المواد الخام الى نقدية من شركة الى شركة اوكي فنحكيه الان مثلا على شركة صناعية كيف تشتري مثلا تشتري اول شيء المواد الخام اوكي تشتريها
تستلم المواد الخام وتدفع ثمنها، تقوم بعد ذلك بتصنيع المواد الخام وتحويلها إلى منتج نهائي، وبعد ذلك تقوم إيش ببيعها للعميل ويمكن تبيعها بالأجل، وبعد ذلك يتم استلام النقد من العملاء. فلنا تلاحظوا أن الدوران النقدية يمكن يطول أو يمكن يستغرق أيامات. أكيد دائما ما فيهش يعني زي ما يقولوا مدة محددة، لأنها تختلف من نشاط إلى نشاط ومن صناعة إلى صناعة. أوكي؟ فمعدل دوران النقدية ببساطة هو كيف نحسبه إذن؟ هو المبيعات على النقدية. أوكي؟ سهل، المبيعات على النقدية. أوكي؟ كيف يختلف على معدل دوران المخزون؟ معدل دوران المخزون هو تقسم على المخزون، في حين أنه معدل دوران النقدية هو المبيعات على النقدية. ترى في مثالنا هذا كم عنا المبيعات؟ 20,000. كم عنا النقدية؟ 800. كان تتذكروا ترجعوا في الجدول الأول، أول ما سمى حقة الـ إيش هي بالضبط؟ البنك والنقدية بالصندوق 800. يعني إذن ما هي إذن معدل دوران النقدية؟ 20,000 تقسيم على 800 بالضبط تطلع كم؟ 25 مرة. أوكي؟ معدل دوران النقدية إذن يساوي 25 مرة بالنسبة لهذه الشركة. نفس الشيء، يعني كم من الوقت تحتاج هذه الشركة لعملية تحويل المواد الخام المشترات بشكل نقدي؟ أوكي؟ كم لازمها من معدل الدوران؟ هنا 25 مرة. كالعادة لو بدنا نعرف المدة بالأشهر، العملية سهلة، لو بدك تحولها بالأشهر نفس الفكرة، عدد أشهر السنة على معدل دوران النقدية. عدد أشهر السنة 12 تقسيم على 25 يساوي 0.48. ايش معناتها 0.48؟ يعني أقل من شهر. 0.48 يعني في حدود حسب التقريب نصف شهر، يعني في حدود نصف شهر، أو تحتاج الشركة في حدود نصف شهر للدورة النقدية. ايش معناتها للدورة النقدية؟ يعني لإعادة النقدية للصندوق حقتها. أوكي؟ يعني في حدود 15 يوم حسب التقريب تحتاج الشركة باش تعود من جديد ترجع الفلوس للصندوق. ترجع الفلوس من ايش؟ انطلاقا من عملية شراء المواد الخام الى عملية البيع للعملاء واستلام النقود. اوكي؟ اذا هذه معامل دوران او معدل دوران النقدية. نروح الان اخر جزء هو معامل دوران الذمم. معامل دوران الذمم، ما هو الفرق منه؟ اكيد تنشوفوا ثم الذمم المدينة وثم الذمم الدائنة. الذمم المدينة والذمم الدائنة. مراحل التحول بالترتيب، يعني اختار ما معنى مراحل التحول بالترتيب؟ اكيد هي مراحل التحول تكون بالترتيب، يعني المرحلة الاولى تكون مثلا شراء المواد الخام. اوكي؟ المرحلة الثانية مثلا انك إذا اشتريتها إيش تصير؟ تدفع ثمنها، تدفع ثمن المواد الخام. المرحلة الثالثة أنك تقوم بتصنيع هذه المواد الخام، أوكي؟ وتبيعها للعميل، وأخيرا بعد ما تبيع للعميل إيش؟ تستلم الفلوس من العميل. أكيد ما نقدرش أن نقول يعني بالضبط تحدد المرحلة. أكيد لو حنشكلنا إحنا المراحل التحول هذه لو حكينا على 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 إيش؟ شركة صناعية، ولكن تقدر تكون شركة تجارية ما فيهاش مواد خام وتصنيع وما غير ذلك. فايش تسوي الشركة التجارية؟ تشتري وتبيع، يعني تشتري على طول المنتج او السلعة وتبيع. فهمت؟ فالتحول هذايا او مراحل التحويل اكيد تختلف ديما نعود من شركة الى شركة، ما همش يعني اشياء ثابتة في كل الشركات. ثم شركات تجارية تشتري السلعة النهائية زي ما هي وبعدين تبيعها، تشتري تخزن لفترة محددة وبعدين تقوم بعملية البيع. اذا اخر فقرة هي معامل دوران الذمم، والهدف منه هو تقليص الفرق بين مديونية الشركة ودائنيتها. ما معنى؟ يعني تحاول الشركة بحساب معامل دوران الذمم انه ما يكونش هناك فرق كبير ما بين الذمم المدينة والذمم الدائنة. ممتاز. يعني في بعض الحالات الشركة راهو تمر بنقص في السيولة. ليش؟
ليس لأنها ما هي تبيع ولا كذا، لا، تلقى الشركة عندها مبيعات كويسة ولكنها عندها سوء تصرف فيما يخص الحسابات الدائنة والحسابات المدينة. مثلا تبيع للعملاء حقاتها، تعطيهم فترة سداد 30 يوم مثلا افتراض، ولكنها تأخذ من عند الموردين حقاتها فقط فترة لسداد المواد الخام 10 أيام. فإيش راح يصير هنا؟ راح يصير هنا نقص في السيولة، لأن الشركة تبيع للعملاء حقاتها وتعطيهم فترة سداد 30 يوم، وهي تسدد الموردين حقاتها في فترة 10 أيام. فهذا هنا في سوء تصرف، أوكي، في الـ في الـ في الـ في رأس المال العامل وفي الذمم حقة الشركة، وبالتالي تقدر تقع الشركة في نقص في السيولة. هيك علاش مهم جدا أن نحسب المعدل دوران الذمم المدينة ومعدل دوران الذمم الدائنة. بالنسبة للصافي الذمم، شنو هي صافي الذمم؟ هي ببساطة قيمة المديونية ناقص القيمة الدائنة، أوكي؟ هذه صافي الذمم، يعني الفرق بين قيمة المديونية والقيمة الدائنة. خلينا نبدأ بمعدل دوران الذمم المدينة، أو بما يسمى، أو أيضا نقدر نسميه معامل دوران الذمم المدينة. إيش هو؟ هو صافي المبيعات الآجلة على رصيد الذمم المدينة، أوكي؟ صافي المبيعات الآجلة، أو إخواني وأخواتي ما تنساوش، مدينة معناتها فلوس تحب من الشركة، أوكي؟ فلوس تبع الشركة ولكن لسه ما حصلتهم. هيك علاش في ضمن المعادلة إيش رح نلقاو؟ صافي المبيعات الآجلة، يعني باعت الشركة للعملاء حقتها ولكن لسه ما حصلت الفلوس حقت هذه المبيعات. معدل دوران الذمم المدينة هي صافي المبيعات الآجلة على رصيد الذمم المدينة، أوكي؟ على رصيد الذمم المدينة. نحاول نعرض لكم القانون أمامكم. معدل دوران الذمم المدينة يساوي صافي المبيعات الآجلة، أوكي؟ خلاص هنا صافي المبيعات الآجلة على رصيد الذمم المدينة. لهنا إيش رح نفترض هنا؟ يعني إيش هو أهمية هذا المعدل هذا؟ هو مهم جدا لمعرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة من المبيعات الآجلة للشركة، أوكي؟ فهذا إذن سؤال مهم لازمكم تعرفوه، ركزوا عليه جيدا. ما هي أهمية معدل دوران الذمم المدينة؟ الأهمية حقيته أن الشركة تقدر تعرف معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة من المبيعات الآجلة، يساعد الشركة في معرفة أو في إعادة سياستها تجاه عملائها لو أنها تشوف تعطي في فترات طويلة، أوكي؟ ويجب أن تكون منطقيا مدة التحصيل اللي تحصلها الشركة من عند عملائها. بالطبع لازمها تكون نوعا ما أقل من المدة اللي يسندها المورد للشركة. ليش؟ لكي لا تقع الشركة في نقص في السيولة، أوكي؟ وكذلك لنا لكي تستطيع كذلك الشركة للوفاء بالتزامها. إذا خلينا نتقوا هذه النسبة بالنسبة للتمرين اللي عنا هنا. فس عنا إيش؟ معدل دوران الذمم المدينة عنا 20,000، أوكي؟ تقسيم على رصيد الذمم المدينة اللي هو 2,200، نجيبوه من قائمة المركز المالي. إذا معدل دوران الذمم المدينة 20,000 على 2,200 يساوي 9.01 مرة، 9.01 مرة. هذا يعطينا هنا أنه كلما كانت المدة طويلة هذا يعني وجود ديون ممنوحة بفترة سداد طويلة جدا للعملاء، فيحبر أنه ما تكونش الفترة طويلة. ليش؟ لأنه تقدر الشركة تكون في عجز في السيولة، أوكي؟ هل في بعض الأسئلة هنا؟ نحاول أني قلة في السيولة، أوكي؟ أوكي، لجيت أيوة، مين جبنا رصيد المخزون؟ جبنا رصيد المخزون من قائمة المركز المالي اللي عاصة في أول الحصة، أوكي؟ هيك الجدول، هيك الجدول اللي عرضته في نفس معدل دوران المخزون هو نفسه معدل دوران النقدية. لا، كيف معدل دوران المخزون حكينا فيه
قلنا هنا في بالنسبة لمعدل دوران المخزون، قلنا هو المبيعات على رصيد المخزون، أوكي؟ ومعدل دوران النقدية هو المبيعات على رصيد النقدية، أوكي؟ على رصيد النقدية. أمل، أوكي، شكراً. 25 بالضبط. ورابط النص ممتاز، شكراً، أعطيك مساحة على التفاعل. أوكي، مازلنا الآن إيش رح نكمل؟ فقط مازل إيش معدل دوران الآن الذمم الدائنة. طيب بالعكس الذمم الدائنة، ما معنى الذمم الدائنة؟ يعني الفلوس اللي تحب من الشركة، اللي الفلوس اللي لازم تدفعها من الشركة للموردين، الفلوس اللي لازم تدفعها من الشركة للموردين. وبالعكس لهنا كل ما الطول كل ما يكون جيد بالنسبة للشركة كفترة، نحكي يعني نحكي كفترة. إذا أخر نسبة قبل ما تعديه للكويس، إذا عنا معدل دوران الذمم الدائنة هي تكلفة البضاعة المباعة على رصيد الذمم الدائنة. عندنا تكلفة البضاعة المباعة كم هنا؟ 8000. كم رصيد الذمم الدائنة كانت تذكروا من الجدول الأول؟ هي 6000. أوكي، إذا 8000 على 6000 يساوي 1.33، هذه هي معدل دوران الذمم الدائنة. نفس نفس الشيء يعني فقط يكتفي نكتفي هنا بالنسبة لهذا النسب. خلاص نعطيكم الآن الكويس. أوكي، اوكي الاجوبة اذا خلاص لانه الوقت يمكن نبدأ. السؤال الاول، النسب المالية التي من خلالها يتم قسمة الاصول المتداولة باستثناء المخزون على الخصوم المتداولة تسمى نسبة السيولة السريعة. اوكي، هذا اذا السؤال الاول. السؤال الثاني، يهدف معدل او معامل دوران الذمم المدينة الى معرفة معدل دوران المخزون، لا الى معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة. اوكي، فاذا الاجابة الصحيحة هو معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة، واكدت عليها انا منذ قليل في الشرح. اذا نتعدوا السؤال الثالث، اذا كانت الاصول المتداولة 9000 ريال وقيمة المخزون 1000 ريال وقيمة الخصوم المتداولة 4000 ريال، فإن نسبة السيولة الجارية تساوي، يعني لهنا زي ما تلاحظوا المخزون ما عنده أي قيمة هنا في هذا التمرين، أوكي؟ لأنه طلب مني إيش؟ السيولة، نسبة السيولة الجارية، والقانون حق السيولة الجارية إيش هي؟ الأصول المتداولة تقسيم الخصوم المتداولة، يعني 9000 تقسيم 4000 يساوي 2.25. اوكي، فاذا الاجابة هي 2.25. السؤال اللي بعد، اذا كان صافي الربح للشركة 60000 ريال ومجموع اصول الشركة 240000 ريال، فان العائد على الاصول يساوي، اوكي هذا اليوم احنا ما وصلنا له بكل صراحة ذا، فتقدر يعني نشوفه هو الحل كيف، هو 60000 تقسيم على 240000، ولكن لسه اليوم مريناش العائد على الأصول إن شاء الله المرة المقبلة. وأخر سؤال، يتم حساب معدل دوران المخزون أكيد بقسمة المبيعات على رصيد المخزون. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. كنت عملت لكم الحلقات أخواني، كان ريت الجدولة إن شاء الله. وصلنا إلى الحلقة رقم، إحنا الآن 10، مازال عندنا 11 12، وكذلك عملت جدولة للقاء الحي رقم 13 وسميته مراجعة. اوكي، اذا ما كفى، او ان شاء الله يكفي اكيد نسوي مراجعة شاملة، اذا ما كفى سنو صححه من عندك الكويس. صححته انا الان اختي الكويس، انا كنت صحح فيه تو الان اختي الكويس. هل في سؤال اخت نجوى؟ هل في شيء موش واضح في الكويس؟ كنت الان نصحح في الكويس. اوكي، اللي عنده خلاص واضح، فان شاء الله عنا حصة مراجعة
اي اللقاء ان شاء الله اللقاء 13. نعم عملتوا اصلا الجدول اللقاء رقم 13 باذن الله موجود او عندكم الجدوله، واذا لم يكفي يمكن حتى نسويه 14 ولكن مبدئيا الى 13 ان شاء الله نسوي مراجعه شامله. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، وان شاء الله ملتقانا يعني يوم السبت، ومعذره عن بعض الدقائق الاطاله. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.